كلامي واضح؟ ان كل الخيارات مطروحة وكل الخيارات سندعمها ولكن بالتدرج المطلوب. اذا لم تصلح الدبلوماسية ولم هؤلاء بالدبلوماسية سنلجأ للقانون الدولي والتحكيم، اذا لم يجأ ذلك سنلجأ الى كل الخيارات التي يمكن ان يتصورها احد للحفاظ على امننا المائي، لان الامن المائي يساوي بالنسبة لنا زي ما بقول موضوع حياة او موت. ونعتقد احنا كحزب النور ان موافقة مصر على اقامة السد ده يعتبر خطأ استراتيجي خطير، لانه سيجعل اثيوبيا من ورائها اسرائيل وامريكا دي كورقة ضغط قاتلة على مصر. كذلك استخدام اوراق ضغط مثل في هناك شعب الاورمو 35% من سكان اثيوبيا ولديهم جبهة تحرير اسمها جبهة تحرير اورمو، لان الجبهة الداخلية لاثيوبيا في منتهى الضعف، جبهة هشة. وكذلك جبهة تحرير الأوجاديل يمكن دعمهم وتعتبر دي ورقة ضغط على الحكومة الإثيوبية. إذا فشلت كل هذه المحاولات فلا خيار أن احنا ممكن نستخدم آخر الأوراق عن طريق الاستعانة بالمخابرات لهدم أي سد يقام إذا كان فيه هذه الخطورة المحققة على مصر، لأن بعض الخبراء قالوا أن بناء هذا السد يعتبر حالة إعلان حرب على مصر. أنا أذكر أن وزير خارجية إثيوبيا جاء إلى مصر وسخر منا من الشعب المصري وقال النيل ليست له أجنحة ليطير إلى إسرائيل، لكن الشعب المصري وأي شعب يعرف أن النيل يمكن أن تكون له أجنحة تحت الأرض في أنابيب تمر تحت مياه البحر الأحمر، وهذا ممكن جدا، وهناك دول كثيرة تستورد المياه عبر المواسير. وده الكلام اللي معرفش المفروض يتقال ولا لا، لكن المجتمع الأثيوبي كما أشار بعض الزملاء في متناقضات كثيرة، في قوى سياسية كثيرة، في تغيرات متوقعة يمكن التعامل معها. احنا مش محتاجين سفارة في أثيوبيا، احنا محتاجين فريق عمل في أثيوبيا سياسي مخابراتي بكافة أشكال التعامل مع الواقع الأثيوبي يجب أن يكون لنا دور فيه. وأعتقد أن ده حجم الإنفاق عليه أقل بكثير جدا مما سينفق في مجالات أخرى لتدارك الأخطار. احنا محتاجين نقيم اتصال وتأثير مباشر وتدخل في الشأن الداخلي. الصحف الأثيوبية قاعدة تقول مفيش خيار عسكري، وإن مصر ما عندهاش إمكانيات لا طيارات ولا صواريخ، والسودان مش هتسمح. والموقف السوداني الحقيقة يقرف، لأنه أقل بكثير جدا مما كان ينبغي. لكن خليني أقول لحضرتك إن نقدر نسرب معلومات على سبيل المعلومات الاستخباراتية، ان مصر بتسعى لشراء نوع معين من الطائرات لتزويد الطائرات في الجو، ان مصر بتسعى الى كذا. هذا الضغط حتى ولو لم يكن واقعي لكن هيوصل لنتيجة في المسار الدبلوماسي. احنا في اثيوبيا لازم نبقى عارفين تأثير فرق كرة القدم بتاعتنا هناك، ابطال افريقيا لسنوات، لهم تأثير جبار زي الفنون وزي الفن، وعندنا تأثير كبير نقدر بجانب طبعا الكنائس المصرية الأزهر، كل دي أدوات يمكن استخدامها. لكن الأهم بقى، عشان البعض تحدث وكان في كلام على عمل عسكري، طبعا عمليا كلام يعني صعب تحقيقه ويعني هيأخذ علينا. فأنا شايف إن احنا ما عندناش غير محور بتاع إريتريا، الصومال، جيبوتي، وده كل شغل المخابرات بقى، هم دول اللي يخلصوا من جوه، هم منهم في بعض يعني، وده بيحدث وده حقنا. مش لازم نروح مباشر، في 100 طريقه غير مباشره، ده لما نفقد الامل يعني. طبعا حضرتك يمكن انا من هواة المعارك وحب المعارك جدا مع الاعداء، طبعا مع امريكا واسرائيل، لكن هذه المعركه لابد ان تخاض بمنتهى الحكمه والهدوء والسكون. ولو الاجتماع ده سري ونقسم على الا نسرب للاعلام اي كلمه فيه يبقى احسن، الا بشكل مقنن عن طريق الاخت باكينام مثلا.
عايز خطة أمن قومي رسمي شعبي، حتى لو عملنا خلاص ماشي كويس انك قلت لي. بس المبادئ العامة اللي هتكلم فيها مش سرية، المبادئ العامة اللي بتكلم فيها مش سرية. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل وليست مع أثيوبيا، وبالتالي خوض معركة. أنا رأيي ده الاجتماع مزعل، لو بيقول لي اجتماع مزعل هوا فانا ما عنديش خطه سريه ولا حاجه، يقسم انا ما عنديش خطه سريه، لكن اللي انا هقوله ده بتعمله كل الدول وتقال. قلت لي من بدري بتعمله كل الدول اللي هي عندها مصالح اقليميه. بقول للشعب المصري لن يستطيع احد ان يقطع عنه المياه. ليه عايزين مصر تتحول الى اكثر دول العالم تطرفا وفي شعب تقطع عنه المياه؟ تصور هيعمل فيه ايه؟ يعني هنعمل ايه في اسرائيل وامريكا؟ احنا 80 مليون لما يتقطع عننا المياه. حريصين على الشعب السوداني واحترام الشعب السوداني واحترام الإرادة السودانية شمالا وجنوبا، وايضا على الشعب الاثيوبي. احنا لسنا بصدد العدوان على احد على الإطلاق أو الإساءة إلى أحد على الإطلاق، لكن هذا لا يمنع في المقابل أن تكون لنا أدواتنا ووسائلنا الجادة جدا في الحفاظ على كل قطرة من النيل، قطرة واحدة.